بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده واسبوع جديد من الماتش. ما قدرناش نغيب عنكم اكتر من الخميس، فاجئنا في غير معتاد هذا التوقيت يوم الجمعه، موجودين معاكم من الساعه 12:30 لحد الساعه 1:30 باذن الله في بدايه اسبوع جديد يستمر حتى الاربعاء باذن الله. وزي ما انتم عارفين في شهر رمضان الكريم كل سنه وانتم طيبين، موجودين معاكم ساعه فقط يوميا. كمان كل سنه وكل اخواتنا المسيحيين طيبين، وربنا يا رب يجعل ايامنا كلها اعياد ويسعدنا جميعا باذن الله. علم الاهلي صباحا او ظهرا انه هيلعب مع سان داونز عشان يبقى فقل خير نفس الفريق اللي واجهه السنه اللي فاتت في ربع النهائي واقصى ومر حتى وصل الى لقبه التاسع في دوري ابطال افريقيا، فابتهج جمهوره. ولكن مساء تعادل الاهلي مع الجونه بهدف لكل فريق، بهدف متاخر جديد بيفقد الاهلي نقطتين عشان يحزن جمهوره في مسلسل الكراسي الموسيقيه. الاهلي بيفقد النهارده نقطتين، نفس النقطتين اللي اهدرهم الزمالك امبارح، علشان ما يستغلش اهدار الزمالك نقطتين فيفقد هو الاخر نقطتين، فتستمر لعبه اهدار النقاط، وهذا امر منطقي ومتوقع في ظل ضغط المباريات للفريقين ولكل فرق الدوري، وفي ظل ان موسم هيخلص في شهر 9 اللي جاي، كل ماتشين او كل ماتش هيتلعب ما بين بس 3 او 4 ايام بالكتير قوي، لو ربنا يعني بيحبك وكرمك ومديك فرصة انك تريح شوية على الاقل. الاهلي بيقلل الفارق، دي فرصة كان داخلها المباراة عشان يخلل الفارق مع الزمالك قبل ما يلتقيان بعد ايام قليلة جدا مع بداية الشهر اللي احنا دخلناه النهاردة. كل شهر وانتم طيبين، بدل ما يخلي الفارق ممكن يصل بنهاية المؤجلات اذا فاز بها الى 7 نقاط، النهاردة بيكسب نقطة واحدة بس، فبيكون الفارق بينه وبين الزمالك لصالح الزمالك 3 نقاط، وإذا فاز الأهلي في مؤجلاته هيكون الفارق 3 نقاط فقط لصالح الأهلي، مع الوضع في الاعتبار أن الاثنين بيصطدمان يوم 10 مايو بإذن الله. رفض الأهلي هدية الزمالك، وبعد ما الأهلي سجل في الشوط الثاني عن طريق البديل طاهر محمد طاهر بتصويبة فتحت له المساحة أنه يصوب، فصوب على يسار إسلام طارق، تراجع الأهلي بغير مبرر أو ربما بمبرر أن اللاعبين اللي نزلوا كبدلاء رجليهم مش في الملعب زي اللاعبين اللي بدأوا أو زي اللاعبين اللي مكملين المباراة، ففقد نقطتين بلاعبه السابق محمد نجيب اللي سجل ورفض الاحتفال. كان واضح أن ده هيحصل، كان واضح، لكن الأهلي كان بيمني النفس أن دقائق تعدي 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 في ظل أن مفيش فرص خطيرة رغم سيطرة الجونة، لكن محمد نجيب بكرة عرضية أرسلت لي داخل منطقة ال 18 سجل في شباك محمد الشناوي، اللي قال للعيبة والله كنت عارف إنها داخلة جون، والله كنت عارف إنها داخلة جون، وكررها 3 مرات علشان يلوم لاعبيه اللي استقبلوا الهدف. حصد الأهلي نقطة هي أكيد غير مرضية، فيما حصد الجونة نقطة أكيد مرضية جدا بالنسبة للفريق اللي بيحاول الابتعاد عن أي منطقة من مناطق الخطر. عشان يرفض الأهلي هدية الزمالك اللي كان تعادل بالأمس مع المقاولون بهدفين لكل فريق. طيب، دي لقطة الشناوي بيقول لهم والله كنت عارف، قعد الأول يوقف الحيطة، قعد يتكلم معاهم، قعد يتكلم مع المساكين لحد ما جه مساك من ناحية تانية محمد نجيب فسجل بدون أي رقابة، رغم إن الشناوي نفسه كان اتحرك حركة ورجع، فخد قرار أخره ثانيتين عن إنه يعمل رد فعل في لقطة محمد نجيب نفسها وهي داخلة شباكه، لكن في النهاية لام لاعبيه في لقطة ظهرت مش بس بالصورة بل بالصوت كمان في أرضية ملعب خالية من الجمهور في استاد الأهلي والسلام. دوري متوقع 100% إن الأهلي هيفقد فيه نقاط جديدة والزمالك هيفقد فيه نقاط جديدة، لكن من سيحسم اللقب هو من يفقد نقاط أقل، مش اللي مش هيفقد نقاط، لأنه أكيد في ظل تقارب المستويات في ظل ضغط المباريات أكيد هيحصل إن هيبقى فيه نقاط مهدرة جديدة، فالأذكى هو من يفقد نقاط أقل في المرحلة اللي جاية عشان نشوف يوم 30 سبتمبر من سيحمل لقب الدوري. هل حامل اللقب الأهلي ولا متصدر الدوري حالياً؟ الزمالك. تشكيل الفريقين سريعا نستعرضه. بدأ موسيماني تشكيلته ببعض التغييرات عن المباريات الماضية، لكن خط دفاعي كامل زي ما هو، أحمد نبيل كوكا يتواصل تواجده يسارا، لاعب رائع ناحية الشمال، رامي ربيعة وسعد سمير بيلعبوا في قلب الدفاع، أحمد رمضان بيكهام ناحية اليمين، محمد الشناوي هو حارس المرمى. سعد سمير خرج
قبل نهايه الشوط الاول مستبدلا بياسر ابراهيم. حمد لله على سلامه ياسر، والف سلامه على سعد اللي اصابته عباره عن اصابه في العضله الضمه، يتحدد مدى قوتها خلال الساعات المقبله. احمد رمضان بيكم لعب يمين، وفي نص المباراه بعد ما الاهلي تقدم وضيع ثلاث فرص فراح يملى بيه نص الملعب، فلعبه نص ملعب ورجع محمد هاني يشارك عشان ياخد دقايق لعب اكتر استعدادا لمواجهات مقبله اكثر خطوره وسخونه، لكن كلها زي اهميه الجونه اللي الاهلي فقد فيه نقطتين في المباراه. قد تكون دي نقطه ضعف الاهلي انه تراجع باقحام احمد بيكا من ناحيه نص الملعب برفقه اكرم توفيق واليو ديانج، لكن في النهايه اللي حصل حصل. اليو ديانج عمل مباراه كبيره، اكرم توفيق قد يكون مش الاكفأ لكنه الاكيد انه الاكثر دعما لخط الوسط والاكثر جرأة والأكثر قوة والأكثر ممكن تسميها بلغة الكرة رجولة. حسين الشحات ناحية اليمين ضيع فرصة خطيرة لتعزيز وقتل المباراة بعد استلامة غير موفقة داخل منطقة الجزاء. كهربا لعب الشوط الأول وخرج ونزل مكانه طاهر محمد طاهر. ناصر ماهر هو اللي بيبدأ النهاردة لأول مرة بعد غياب طويل عن المشاركة الأساسية، خرج برضو بين الشوطين، نزل قفشة عدل الأمور لأنه أهم لاعب في تشكيلة الأهلي الحالية محمد مجدي قفشة حتى وإن كان مرهقا. محمد شريف بدأ المباراة أساسيا، وأعتقد إذا كان استمر كان ممكن الأهلي يبقى أفضل من الحال اللي نزل بيه صلاح محسن غير الموفق حتى الآن. ممكن تلوم قدرات اللاعب، ممكن تلوم كمان إن رجله مش في الملعب، لكن عجبني جدا موسيماني إنه قال ما أقدرش ألوم الإرهاق، لعبت لعيبة بقالهم كتير ما بيلعبوش فمش الإرهاق هو السبب، فنياتنا هي السبب، وقد كان ده اللي حصل فعلا. النهارده الأهلي كان ممكن يجيب التاني لكنه ما جابش التاني فساب الجونة يجيب الأول، ففقد الأهلي النقطتين في النهاية. أما رضا شحاتة فلعب بعدة طرق مختلفة في المباراة. لعب النهاردة في البداية بثلاثة في قلب الدفاع، لؤي وائل ومحمد نجيب في النص مع محمد الجزار، وإسلام طارق كان في المقدمة. محمد يكن ناحية اليمين، جوناثان إنجوي من ناحية الشمال، نور السيد وسيرج أكا في قلب الملعب، محمود شبراوي وأحمد عامر برضو كان في نص الملعب، محمود شبراوي كان قدام مع إدريس مبومبو. ولكن محمد يكن ما عملش مباراة حلوة هجوميا، فكان بيلعب كأنه باك رغم أنه هو المفروض أنه هو وينج باك، فخرج وبعد نهاية الشوط الأول راح رجع بقى يلعب بطريقة أربعة، فودى محمود الجزار ناحية اليمين، بقى هو اللي بيلعب في طريقة أربعة تلاتة تلاتة، وفي نهاية المباراة بقت أربعة أربعة اتنين عشان يزود الهجوم لما نزل محمد رجب، وجت بنتيجة إيجابية بهدف حتى وإن كان من كرة ثابتة أخطأ الأهلي دفاعا وحراسة مرمى في ردها. نقطة حلوة قوي للجونة، نقطتين مفقودتين وحشين قوي للأهلي أكيد زي ما كانوا وحشين قوي للزمالك بالأمس. بعد المباراة اتكلم موسيماني واتكلم الكابتن رضا شحاتة، تعالوا نستعرض أهم ما جاء في تصريحات الجنوب أفريقي والمصري. مستر بيتسو موسيماني مدرب الأهلي قال نلوم إن إحنا أخطأنا وأنا بألوم نفسي وأتحمل المسؤولية. قال كانت من أسهل المباريات، وهي فعلا فعلا كانت من أسهل مباريات الأهلي، أسهل من ماتش إمبي حتى رغم الأهلي الثلاثية اللي سجلها في الشوط الأول، وأسهل من ماتش المصري طبعا بكتير اللي المصري كان الأفضل فيها. قال لم ناخدها بأداء قوي، كنا في تدريب بالشوط الأول سيطرنا بس من غير خطورة. قال حاولنا في الشوط الثاني أن نسجل ونجحنا في ذلك، ولكن منحنا الجونة فرصة اللعب، لا يمكننا أن أتحدث عن الإرهاق ونقوم بالتدوير بين اللاعبين. طبعا هو أكيد برضه بالمناسبة أنه بدلاء الأهلي مش بنفس مستوى أساسيه، دي يلام عليها ممكن موسيماني لكن يلام عليها أكتر الصفقات، لكن هو النهارده حاول يستخدم لاعبيه فيحط طرق لعب مختلفة أو إنه يعرف يواجه الإرهاق ده ببعض اللاعبين اللي أكيد ما أدوش بنفس مستوى الأساسيين. قال عندما أشركنا اللاعبين الأساسيين الإيقاع كان أسرع، عقبنا من خطأ لا قيمة له ومنه سجل الجون الهدف، أجرينا تغييرا دفاعيا وحيدا وهو الدفع بمحمد هاني لما خلينا بيكهام يلعب في نص ملعب. الهدف من مشاركة هاني إنه ياخد وقت أكتر قبل ماتش الزمالك وربع نهائي دوري الأبطال، كان المفروض ننهي المباراة من الشوط الأول، لم نفعل ذلك وعلينا تقبل النتيجة. قال إن ده إخفاق فني أتحمله أنا، قال إن لم نقاتل في الشوط الأول بشكل سليم عشان كده ما خلصناش المباراة. على الجانب الآخر الكابتن رضا شحاتة المدير الفني لفريق الجونة فقال إنه الأهلي فريق كبير بيحترمه بشدة ويمتلك حلولا فردية كثيرة، حاولنا نقفل مفاتيح لعب الأهلي، عملنا تغييرات في طريقة لعبنا في الشوط الثاني زي ما لسه بقول لكم، ما كانش عندنا ما نبكي عليه عشان كده هاجمنا، حاولنا إغلاق مساحات الأهلي الموجودة حتى لا يستغلها الفريق الأحمر. ده كان تصريح الكابتن رضا شحاتة نجم الأهلي السابق. الأهلي صباحا كان الفأل الخير بالنسبة له أنه هيواجه سان داونز اللي كان الموسم اللي فات أكيد مش فال خير أنه يلعبه، كان الموسم قبل اللي فات مطلع الأهلي من ربع النهائي، الموسم اللي فات انتقم الأهلي منه كرويا
ومر إلى النهائي وحصد البطولة، وللسنة الثالثة على التوالي من يواجه الأهلي؟ أيضا سان داونز. عشان كده تابعنا قرعة النهاردة وواجهنا إما الترجي التونسي وإما الوداد البيضاوي المغربي وإما سان داونز، فجاءت القرعة من نصيب الأهلي في مواجهة سان داونز الجنوب أفريقي. عشان يلعب الأهلي مع سان داونز ذهابا في القاهرة وإيابا في جنوب أفريقيا، والفائز منهما إن شاء الله الأهلي يلتقي مع الترجي التونسي أو شباب بلوزداد الجزائري في مشوار ليس سهلا إلى النهائي. في الوقت الثاني مولودية الجزائر اللي كان أقصى الزمالك من المجموعة هيلتقي مع الوداد البيضاوي المغربي، مواجهة تبدو سهلة للفريق المغربي، والفائز منهما يلتقي مع كايزر تشيفز الجنوب أفريقي وسيمبا، وبالتالي الطريق ناحية الشمال ده مفروش يبدو بالورد لفريق الوداد أن يمر إلى النهائي إلا إذا حصل في الأمور أمور، ودي أمور كلها متوقعة في كرة القدم. المواعيد: الذهاب 14 أو 15 مايو هنا في القاهرة بالنسبة للأهلي مع سان داونز، والإياب الأسبوع التالي 21 أو 22 مايو، نصف النهائي 18 أو 19 يونيو، وإن شاء الله الأهلي إذا مر هيكون الذهاب بره أرضه، فهيكون الإياب 25 أو 26 يونيو في القاهرة، والنهائي 17 يوليو في ملعب لم يتحدد حتى الآن، وهيكون إن شاء الله إما في مصر إن مصر تقدمت بحسب ما قال المهندس أحمد مجاهد، أو في المغرب اللي تقدمت هي الأخرى بطلب استضافة مباراة النهائي. في نفس التوقيت أو قبلها بدقائق كانت قرعة الكونفدرالية بتتعمل. قرعة الكونفدرالية لينا مين فيها؟ لينا بيراميدز. بيراميدز القرعة أوقعته في مواجهة إنيمبا النيجيري، علشان إذا مر بإذن الله بيراميدز وصيف مجموعته هيلتقي في الدور التالي مع أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي أو الرجاء البيضاوي المغربي. مواجهة مش بعيدة خالص، لأنه من أسبوعين بس كان الفريق المصري بيراميدز بيلتقي مع الرجاء ذهابا وإيابا وخسر منه. فزي ما بنقول دايما كرة القدم ممكن تدي لك فرص للتعويض أو الانتقام الكروي، فجات لك يا بيراميدز. كان الأول تعدي من إنيمبا وتشوف هتلاعب الرجاء ولا لأ، وتعدي منه إن شاء الله ولا لأ لا قدر الله. دي كانت قرعة الكونفدرالية. برضو لو معانا موعدها أقول لكم بس الأول إن صفاقسي التونسي مع شبيبة القبائل الناحية التانية، والفائز هيلتقي مع جراف دي داكار السنغالي أو القطن الكاميروني في ربع النهائي. المواعيد 16 مايو و23 ده ربع النهائي، ونصف النهائي بعدها برضو هيكون 20 يونيو أو 27 يونيو ذهاب وإياب، والنهائي 10 يوليو بإذن الله. بالكلام عن بيراميدز، أعاد في المواجهة الأخيرة مع نامونجو عبد الله بكري لأول مرة يلعب أساسيا، بل وحصل على لقب رجل المباراة. عبد الله بكري كان طرف من طرفين عاملين مشاكل ما بينه وما بين الإدارة، والاتنين كانوا معاقبين. عبد الله بكري خلصت قصته بل وعاد للمشاركة. المهدي سليمان كانت قصة أكبر شوية، شويتين ثلاثة، ولكن يبدو أنها ستنتهي بحل أخير. المهدي سليمان حارس مرمى بيراميدز معانا على التليفون. كابتن مهدي أهلا بيك. ازيك يا هاني، ايه الاخبار؟ اخبارك انت ايه؟ طيب وانت طيب؟ رمضان كريم يا حبيبي. الله اكرم. يبدو حبيب ان في جديد، ويبدو ان الامور بقت احسن، ويبدو ان عندك انت الجديد هتحكيه. ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام والله. انا طالع انا النهارده قعدت مع الباشمهندس ممدوح عيد واعتذرت له على سوء فهم وعلى الحاجات اللي حصلت الفتره اللي فاتت. يعني والاعتذار ده الناس الكبيره هي اللي بتعتذر، والناس فعلا عايزه تلم الدنيا هي اللي بتعتذر يعني. ايوه. فاعتذرت له على الفتره اللي فاتت، وده اول قعده بينا بعد المشاكل دي. وانا انا اللي طلعت بنفسي، ما يعني ما حدش قال لي اطلع ان انا اقول الكلام ده، بس انا برضو النادي اللي انا بقالي ثلاث سنين فيه ما حصلش اي مشكله مني، وانا بقدر الناس وبحترمها جدا، وبقالي ثلاث سنين ما حصلش مشكله في النادي خالص يعني. الحمد لله كانت كل الحاجات كويسه وايجابيه، والواحد كان ماشي بشكل كويس. فممكن الفترة اللي فاتت دي حصل حاجات، كان في ضغوط وفي حاجات، وفي حاجات انت عارف كده بيجي وقت كده يبقى عندك ممكن يعني حاجات اتفهمت بطريقة غلط، وحاجات اتعملت في وقت مش مناسب فاتفهمت بطريقة غلط. فبعتذر لباشمهندس ممدوح واعتذر للإدارة على سوء الفهم ده، وان شاء الله يكون الموضوع يبقى يتفهموا الموضوع، ويبقى
خير ان شاء الله الفترة الجاية ان يعني. شاء الله. انا كمان مبسوط لان صوتك واضح فيه نبرة مختلفة تماما عن النبرة اللي كانت ما بيننا من شهر، واضح انك مرتاح اكتر، واضح انك مبسوط، فيا رب نشوفها والله كمان في الملعب قريب. يعني الحمد لله، والله يعني الواحد انت عارف انا بقى يعني بقالي كتير قوي الحمد لله بقى لعبت في كذا نادي وكذا حاجة، الواحد ما حصلش مع حد اي مشكلة، فلما يعني يحصل لك حاجة وكده انك انت بتتعب يعني بتتعب نفسيا صراحة وحاجات زي كده. الفترة دي الحمد لله حاسس ان الموضوع بقى احسن شوية تمام. وفي تواصل شوية وحاسس فعلا ان وانا فعلا انا عايز اخلص الموضوع، انا يعني فعلا يعني تعبني بصراحة يعني، أكيد بس يا رب يكون خير يعني، وممكن الواحد ربنا بيحطه في مواقف زي كده يختبره ويختبر صبره، فالحمد لله على كل الحمد حاجة لله. وفترة وإن شاء الله تعدي وأرجع تاني لفرقتي وأرجع تاني أشارك بإذن الله، وأرجع جميل. تاني إحنا عندنا ماتشات مهمة وحاجات كبيرة يعني، فإن شاء الله الحاجات دي يقبلوا الاعتذار ده جميل وتخلص إن شاء الله. تمام. وهم لما أبديت الاعتذار ده بقى في رد فعل كويس؟ يعني حسيت إن الموضوع والله بتاع والله طيب. انا بص برضو انا بحبش والله هاني ان انا برضو باشمهندس ممدوح ما يعني ما حصلش بيني وبينه حاجه وحشه تمام الصراحه، فانا ما كنتش عايز يعني انا خلاص يعني انا برضو حتى لو في يعني حاجه كده او كده انا برضو مش عايز ازعل، انا من طبيعتي ما بحبش ازعل حد مني يعني أكيد. فاهمني، فعشان كده اتكلمت معاه وقلت له وفهمت وجهه نظري وقلت له لو في حاجة أنت زعلان منها أنا بعتذر لك وخلصت الموضوع يعني الحمد جميل. لله. طيب مهم جدا اعتقد ان انا كمان اسالك على علاقتك بقى بزملائك، لانك ده يبدو خطوه قريبه انك هتكون موجود كمان في الملعب على مستوى التدريبات وربما المشاركه. شريف اكرامي كنت والله اتكلمت، اكرامي نفسه كان رد، دلوقتي هل ممكن تكلمني انا عن علاقتكم؟ والله أنا بحترم كل الحراس اللي معايا وشريف والشناوي وعبد الرحمن كلنا علاقتنا كويسة وكلنا بنتكلم على بعض كويس، ممكن يعني حصل حاجة فتفهم بطريقة غلط سوء تفاهم ولا حاجة، فكل ده بتحصل في الكورة صح. يعني، والحاجات دي كلها في مواقف كتير بتحصل وفي أكتر من كده بيحصل يعني بيعدي، فاحنا كلنا هدفنا واحد إن احنا هو هدفنا ان اللي يشارك يبقى كويس والباقي يتمنى له الخير، وعشان النادي يبقى ماشي بشكل كويس، ولما يبقى ماشي بشكل كويس كلنا بنستفاد يعني صح كله بكل بيستفاد تأكيد. كله ما فيش حد ما بيستفادش يعني، العامل بتاع الاوضه بيستفاد مش اللعيبه نفسها. مهدي بحييك، وبحييك كمان على انك بتتكلم بانه الاعتذار من شيم الكبار، وبقول لك ربنا يوفقك. اعتقد ان الملف كده تحول لطريقة ادارة انجح كثيرا، فان شاء الله زي ما شفنا بكري نشوفك قريب في الملعب. إن ربنا شاء الله يوفقك وشكرا باذن يا الله. هاني وبشكرك جدا على كل حاجة والله، شكرا. العفو. شكرا يا هاني. شكرا ليك انت، بشكرك شكرا جزيلا. المهدي سليمان حارس مرمى منتخبنا الوطني و حارس مرمى نادي بيراميدز، حل بقى واضح بعد ما الدنيا كانت ماشية في حتة، بقت ماشية في حتة أحسن بكتير بالنسبة للثنائي اللي كان فيه مشكلة بينه وما بين إدارة نادي بيراميدز. طيب قبل ما نطلع لفاصل بقى سريعا جدا، خبرين في الدوري المصري الممتاز. بعيدا عن مواجهة الأهلي مع الجونة اللي كانت مؤجلة من الجولة 16، ففي مباراة من الجولة الطبيعية 19 اتلعبت النهارده ما بين بيراميدز، عفوا، سيراميكا كليوباترا والبنك الاهلي في استاد بترو سبورت، وانتهت المباراه بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق. احمد علي عمل مجهود كبير قوي ناحيه الشمال رغم كونه مهاجما، مررها لعاصم صلاح اللي لعبها عرضيه لمحمود قعود اللي اعتاد ان يلعب في هذا الملعب فسجل هدف التقدم في شباك عامر، وده في الظهور الاول للكابتن ضياء السيد كمدير فني لفريق سيراميكا كليوباترا اللي حاول كثيرا وعدل في طريقته الهجوميه كثيرا تحديدا في الشوط الثاني. شادي حسين مجهود فردي من منطقه الجزاء بيحاول بيراوغ بيقطع توصل لاحمد ياسر ريان شريكه في الهجوم فيلعبها بيسرى في يمين السعداني حارس مرمى البنك الاهلي عشان يقتنص كل فريق نقطه في اول ظهور للكابتن ضياء السيد المدير الفني الجديد لنادي سيراميكا كليوباترا. بعد الفاصل الكابتن علاء نبيل هيحلل هذه المباراة ونقاط كثيرة عن الكرة المصرية والكرة الإفريقية، ولكن ما قبل الفاصل، الزمالك قصة حراس مرمى هي ممكن فجأة تبقى رابع تبقى أول.
محمد عواد سيظهر لأول مرة هذا الموسم، بل لأول مرة من سنة وثلاث أشهر حارسا للزمالك في مباراة بيراميدز يوم الأحد المقبل، في جولة بيسعى خلالها الفريقان لحصد النقاط الثلاث. لكن محمد عواد اللي كان من أيام قليلة جدا حارس مرمى رابع، النهاردة نزل التدريب، إزالة سوء الفهم ما بينه وبين كارتيرون، جاهز جاهز، قادر تلعب قادر ألعب. جنش مصاب بآلام في الظهر، لعب رغما عنها في مباراة المقاولون العرب، أبو جبل مصاب بفيروس كورونا، أحمد نادر السيد لم يحصل حتى الآن على الخبرات اللي تخليه حارس مرمى الزمالك الأول، فعواد جاهز وعواد يحرس مرمى الزمالك. بالتوفيق له ولكل لاعبي الكرة المصرية بإذن الله. بعد الفاصل الكابتن علاء نبيل ضيفي، خليكم موجودين معنا. وزارة الشباب والرياضة الحمد لله احنا قدرنا في الفترة الأخيرة ان احنا نوسع افق وجذب الاستثمار الرياضي. من البداية خالص قلنا هنحول الرياضة الى منتج، ليس فقط الخدمة، الخدمة موجودة، الخدمة موجودة وبنكثف فيها سواء في أنشطة في المجالات المختلفة الشبابية والرياضية، لكن احنا نحولها الى منتج اقتصادي لما لا يجور عن الخدمة. الحمد لله احنا جذبنا العديد من رؤوس الاموال الخارجيه والداخليه الى السوق الرياضي المصري، مش شرط يكون مع وزاره الشباب والرياضه، لكن اقامته ودعمه هو ده كان المستهدف، وان يكون في طلاقه للشركات ان هي تيجي مصر، او رؤوس الاموال الكبيره ان هي تنشئ انديه خاصه وتشوف اعلاناتها في التلفزيون بشكل كبير جدا، وان السوق الرياضي يكون سوق جاذب للاستثمار. ده نجاح وزاره الشباب والرياضه ونجاح رؤيتنا. فكرنا ان احنا نعمل مركز مصري رياضي متكامل. معنى المركز المصري الرياضي المتكامل هو فعلا في ملاعب كرة قدم، ملعب متعدد، حمام سباحة أولمبي، وده تنزل ما فيش ملعب حمام سباحة أولمبي، لا أولمبي ولا نص أولمبي بالمرة، علاج طبيعي، وده ينقص الشعب التنزاني وشرق أفريقيا عموما أو أفريقيا بالتحديد، كل أفريقيا تقريبا ما عندهمش علاج طبيعي. فهننشئ داخل المركز علاج طبيعي كويس كبير جدا، هننشئ عيادات طبية وصيدلية مصرية، ده لخدمة المواطنين والشعب التنزاني، بحيث ان هو في تردد يومي على المكان لخدمه المواطنين، وبرضه في شكل استثماري طبعا. الفكره نشات من اكثر من سنتين من توجهات القياده السياسيه ان احنا نتجه ناحيه افريقيا بعد غياب اكثر من 50 سنه اثناء رئاسه رئيس عبد الفتاح السيسي للاتحاد الافريقي. احنا كان بنشتغل في مجال الرياضه من اكثر من 30 سنه، لقينا ان حبينا نقوم بدورنا في الموضوع ده وان احنا نصدر الرياضه المصريه لاكثر من بلد افريقي. مصر طول عمرها بتستورد الرياضه، يعني حتى على مستوى الاكاديميات او النو هاو ده مصر بتستورده دايما من اوروبا، لكن توجهات ان احنا كنا نصدر الرياضه. دي الجمعيه العموميه للجان الاولمبيه الافريقيه كلها اللي كانت هتنعقد في اثيوبيا في شهر مايو من 20 ل 27 مايو، انتقلت من اثيوبيا لغايه مصر، لغايه مصر لكل ما فيها مصر من 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 الحضاره والتاريخ والاستعداد والرياده في افريقيا، ومعرفه قد ايه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بافريقيا بصفه عامه والرياضه في افريقيا بصفه خاصه. فهتنعقد الجمعيه العموميه هنا، الجمعيه العموميه فيها انتخابات، الجمعيه العموميه فيها اعتمادات للميزانيات بتاعتها، هيحضرها ان شاء الله توماس باخ رئيس اللجنه الاولمبيه الدوليه، فيها تكريم كبير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هي اعلى قلادة باعلى قلادة رياضية بياخدها رؤساء افريقيا كلهم. اهلا بكم مره ثانيه، منورني في يوم احداثه كثيره جدا ما بين محليه وافريقيه، بل وحتى تمهيد لعالمي كبير، نجم كبير جدا من نجوم الكره المصريه كلاعب وكمدرب وكمحلل وكاي حاجه في الدنيا تحب ان يكون موجود جنبك، الكابتن علاء نبيل. كابتن علاء اهلا بيك. اهلا بيك يعني، اهلا بيك. اخبارك ايه يا كابتن؟ الحمد لله كل سنه وانت وحشني ومنور الدنيا. الله يخليك يعني، الله رمضان كريم عليك يا رب. علينا جميعا يا رب ان شاء الله. طيب نبدا بالحدث، اخر حدث، سيراميكا كليوباترا النهارده بيتعادل في اول مواجهه للكابتن ضياء السيد كمدير فني للفريق مع البنك الاهلي بهدف لكل فريق. البنك تقدم وسيراميكا كليوباترا تعادل، شفت ازاي اللقاء؟ تعادل برضو في الدقائق اللي هو احرز فيها سيراميكا اكتر اهدافه. مظبوط. في الدوري هو جايب النهارده 23 هدف، النهارده الهدف الثامن في الدقيقه من 75 ل 90. مظبوط. فدي بيدل على ان هو قادر اللي هو يقدر يجيب جون في اخر لحظه.
هو عنده مشكله دفاعيه، في مشكله دفاعيه. النهارده نجم سيراميكا هو عامر عامر، ايوه شال اهداف كتير جدا من البنك الاهلي، لكن يحسب لسيراميكا طبعا ان هو لعب لاخر وقت وقدر اللي هو يجيب جون. لكن هنا الخطوره بقى موجوده، ان ممكن في هجمه مرتده يمكن حتى خالد جلال نزل اثنين مهاجمين في التغيير لما لقى الدنيا ممكن اللي هو يقدر يوصل لجون في هجمه مرتده ويقدر يجيب جون. لكن طبعا هي نقطه طبعا احسن، يعني ساعات بتوصل في المباراه هنا ايه اللي انت ايه مش عارف تجيب جون، وفي الاخر بتجيب جون بيبقى فرحه كويسه ان انت جبت جون وتبقى خرجت. انا طبعا بعذر الكابتن ضياء لانه طبعا تحت ضغط قوي جدا طبعا. ايه الضغط اللي على الكابتن ضياء؟ الضغط هو واخد فرقه عملت شعبيه خلال الفتره اللي فاتت. في ناس بتحب تتفرج على فرقه سيراميكا دي حقيقه، وبتأدي كوره حلوه وبتلعب كوره هجوميه وبيوصلوا للجون، وعندهم لعيبه اقنعت جمال، يعني محمد ابراهيم وشادي واحمد ياسر ريان وميدو جابر، عندهم لعيبه كويسه بتقدر تعرف تجيب، والجمهور عايز الفرقه بتعرف تحب تجيب جون. وفرقه كمان حطت رجليها في الدوري العام لانها لسه طالعه من دوري الدرجه الاولى. فهو الفرقه ماشيه كويس وليها متابعينها وليها جمهورها، ومحدش فكر في يوم من الايام الفتره اللي فاتت يقول ان سيراميكا وضعه خطر في الدوري. تمام. يعني في انديه كبيره لغايه النهارده وضعها خطر في الدوري، محدش في مصر كلها قال سيراميكا وضعها خطر. لكن ربما تغير الطموح وبناء عليه حصل تغيير في الجهاز الفني، والطموح ده هو واضح من بدايه من الجولات اللي فاتت، انه اما التتويج بالكاس او ان احنا نخلص الموسم في مركز من المراكز المشاركه في افريقيا، يعني مربع الذهبي يعني. فالنهارده الكابتن ضياء السيد بتقول ان هو كان تحت ضغط طبعا، لكن لو رجعنا لتصريحات الكابتن ضياء السيد وهو بيكون هنا في مباريات سيراميك كليوباترا، كان بيتكلم في انه مش كل حاجه الكره الحلوه، جزء من الكره الحلوه غير الهجوم هو الدفاع. فالنهارده تعالى نقيم الدفاع والهجوم في اول مباراه للكابتن ضياء السيد اللي ما تمرنش او ما مرنش الفريق الا في 6 تدريبات منذ تولى المسؤوليه يوم الخميس اللي فات. نبدا الاول بالدفاع، لان هو ياما انتقد الاخطاء الدفاعيه. هنتكلم مثلا عن الهدف اللي جابه البنك الاهلي بتاع محمود قعود. هيبقى معانا على الشاشه حالا. يعني هنقدر نقول مثلا ان الباك الشمال احمد محسن ضمن كويس قوي. تمام. لكن وقفته غلط. يعني عايزين نشوف الوقفه. هنيجي على الشاشه حالا. واقف غلط، واقف باصص للكوره كده. ايوه. انت راجل لازم تجيب خطوه كده شمال بحيث تبقى شايف الكوره وشايف الخصم. تمام. هو مد ظهره للخصم، الخصم محمود قعود راح فتح سبرنت وحطها من قدامه في الجون. اللقطه قدامنا. يعني بص 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 هو باصص على الكوره مش شايف الخصم. ايوه. محمود قعود راح سابق. فوضعيه قعود اسهل بكتير. طبعا، لان هو جاي من ورا، هو عارف انت بقى دي لو 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 احمد محسن واخد بس خطوه شويه، يعني عاود جسمه شويه كان شاف قعود، كان خد خطوه شمال وضايقه في الكوره او لكن طبعا ده وضع خاطئ، مش تمركز خاطئ. تمام. ودي مشكله مدافعين كتير جدا. طبعا الحاجات دي لازم يشتغل عليها كابتن ضياء، لان واضح جدا ان في الخط الدفاع مشكله بانت في الشوط الثاني، بالرغم من ان سيراميكا ضاغط وواصل للجون ومسيطر على مجريات المباراه، اللي كان من الامكان، يمكن انا حتى كنت بتفرج كره كريم بامبو، لا كريم بامبو اللي لعبها بالعرض لمحمود الشريف، طلعها بره بطريقه غريبه جدا. اول ما الكوره دي طلعت بره انا قلت يعني خلاص سيراميكا هيجيب جون، وكانت هذا ده عرف كره القدم، لما بتلعب بالعرض الكره بالعرض والجون فاضي خالص لعبها في السماء. ايوه. لما نيجي نشوف في خلل في التمركز الدفاعي بالنسبه لرباعي خط الظهر بالنسبه لسيراميكا، لو الامور الدفاعيه دي اتظبطت يعني هيبقى وضع الفرقه حاجه ثانيه. لكن طبعا كان ممكن المباراه تهرب، كان ممكن يكون دقيقي كان يخلص اللقطه اللي مهمه برضو، لان دي اول مباراه في مسيره الكابتن عصام الحضري كمدرب حراس مرمى. وفي اول مباراه ليه
كان نجم المباراه هو حارس مرمى عامر. دي حقيقه طبعا تحسب لكابتن عصام طبعا راجل لعب وبص ادام اللعيب مقتنع بالمدرب بتاعه دي ميزه في كره القدم اللي انت لازم اللعيب يبقى مقتنع بالمدرب بتاعه وفرحان له بيتمرن معاه وبيتقبل كلامه بيشتغل على ان هو ينفذ له كل اللي بيطلبه منه فاعتقد ان النهارده عامر فرض نفسه بجد نقول عامر طبعا لان طبعا كان ممكن النتيجه تبقى غير كده مظبوط. لكن انا شايف برضو ان شادي حسين بسم الله ما شاء الله واقف على حلو قوي يعني لعيب من اللعيبه الكويسه قوي يعني بس فعشان كده حضرتك بتقول لي ايه الضغوط اللي على الكابتن الناس مش هتقبل يعني انا لما جيت احلل موقف تولي كابتن ضياء المسؤوليه لو نزلت عن المستوى اللي بيقدمه سيراميكا هيبقى مشكله بالنسبه لكابتن ضياء على نفس المستوى ما حدش يعني ايه لا تقول ولا تقول لا مفهول. لكن المطلوب منه يبقى هو نفس يعني لو اداؤه 7 لازم يبقى اداؤه 8 تمام نزلت ل6 هيبقى مشكله ايوه فضلت على 7 الناس هتقول لك طب انا غيرته ليه وعملت ليه 8 لازم تحسب الكابتن ضيف فهو لازم يشتغل على الحته دي وهو يعني ده بيجي مع الماتشات واعتقد مباراه النهارده فكره انه حتى لو لم يكن قدم الاداء الاحسن لكن انه خد نقطه من المباراة أفضل بكتير للمستقبل من أن يكون خرج النهاردة طبعا مهم. طبعا لا الهزيمة في أول مباراة دي لا بتبقى صعبة لأي جهاز الانطلاقة فني الانطلاقة دي بتكون طبعا. مهمة جدا البداية بتبقى مهمة جدا يعني وكان لازم برضو الـ يعني الناس بتحسبها يا هاني بداية أي جهاز حتى في الفرق الكبيرة بتلاقي أداء تاني خالص تمام فحته الهزيمه كانت النهارده كانت تبقى مشكله معانا على التليفون الكابتن ضياء السيد يلا هاتوا لي بقى عشان اقطعه شويه لفريق سيراميكا كليوباترا كابتن ضياء اولا وحشني جدا ثانيا وحشني بس انت جايب واحد حبيب ما تغيرش عني حقيقي والله ربنا يعلم المحبه فعلا واحد يعني يملى اي فراغ في الدنيا حبيبي على كابتن ضياء طيب الاول الله يخليك شفت سعادتك بعد الهدف ده يا الله يكون في عونك والله لا ما انت تبتدي بفتحه فوق الحاجب مشكله انت واخد بالك تخيل بقى تقعد بقى وبعدين ماتش بعد 4 ايام فتقعد بقى تحط اللبس والمدرب الجديد وبعدين تخش بقى سيبك من انك بقالك 4 ايام ما لحقتش تشتغل كل حاجه مش شغال على المخزون القديم يقول لك بقى تخش بقى في لا ده ادم نحس لا ده مش عارف ايه الحاجات اللي بتطلعها حبيب العلب دي يا علاء كابتن طبعا الحمد لله انه النتيجه يعني في حاجات كتير عايزه تتصلح حته الدفاعيه بالذات يا كابتن ضياء طبعا انا هاني عارف ده طبعا بالظبط الجون ده شبه 90% من الاجوان اللي دخلت في سيراميكا الاول عايز اشكر هيثم لانه هيثم برضه سايب مخزون كويس جدا وسايب حاجات لحد كبير انا اشتغلت على 3 4 حاجات اشتغلت على كل مخزون هيثم لانه ما عنديش وقت اشتغل ايوه فهيثم بنشكره طول كل مره هطلع اشكره في اي حته برافو عليك الروح ده يا كابتن مدرب واحد لا هو مدرب واحد علاء انت راجل خبره في الشغلانه وعارف ان المواضيع مش كلها يعني تفانين وكلها يعني اختراعات لا طبعا هو راجل اجتهد مع الفرقه 3 سنين ولا 2 سنين وعمل فرقه وفي بعض القصور ما فيش فرقه ما فيهاش قصور في حاجات محتاجه وقت طبعا كره القدم محتاجه وقت بتشتغل عليها انت بتاخد من النص بتلعب بعد 4 ايام فطبعا في حاجات لكن في النهايه بقول الحمد لله انك فعلا زي ما انتم بتقولوا ان انا خدت النقطه تقدر تشتغل وانت مستريح شويه مظبوط عكس ما تبقى ضغط الهزيمه وبيبقى ضغط دمه تقيل البنك الاهلي عمل ماتش كويس وهارد لك لان عارف نقطه بالنسبه لهم يعني حاولوا اجتهدوا وعامر كان متفوق في بعض الكور بشكل كبير فالحمد لله. كابتن ضياء اكيد الوضع في تحليل مباريات سيراميك كليوباترا غير الوضع في تدريب سيراميك كليوباترا غير الوضع في اول مباراه رسميه لسيراميك كليوباترا عايز اعرف بتقول سؤال مهم جدا بالظبط انت بتحلل اخر حاجه مش شايف اللعيب عمل ايه في الاربع ايام ولا اشتغلوا على ايه تمام ايه بقى اللي لاحظته بالظبط رحت للعيبه وبشوف مين يلعب فين ومين يعمل ايه ومين يقدر يأدي فين وفين هتلاقيني النهارده ابتديت نزلت رجب اللي هو طول عمره بيلعب يا اما في نص الملعب رقم 8 يا اما بيلعب تحت راس الحربه يا اما راس حربه مظبوط لان انا استعنت بيه باك رايت وادى عشان كان عندي حد كتير وبعض الخلل
فلا طبعا لما تقرب من اللعيبه تعرف امكانياتهم، تعرف ممكن يفيدك فين، تعرف حدوده فين، مزاجه في الحته دي ولا في الحته دي، هيديني في الحته دي اكتر ولا لا. تمام. انا بكتشف ده، بكتشف ده طبعا بشكل كبير جدا. لازم تتمكن من الادوات وهي اللعيبه بشكل كبير جدا، في حتت فيها نقص هتحاول تعوضها بمين؟ باللي معاك. ما فيش دلوقتي انتدابات فهتحاول تعوضها، هتبتدي تشوف انا عامل بكره ماتش مثلا المجموعه الثانيه. تمام. هتبتدي اتعرف على الناس اكتر، ابتدي اعرف اكتر. طبعا في فرق كبير جدا بين انه احلل الفرقه في يوم المباراه وان انا اتعايش مع كل لعيب واشوف قدرات كل لعيب. وبالنسبه لاول ماتش سيراميكا بالنسبه كجهاز كان مهم جدا ان انا ما احصلش هزيمه. مظبوط. يعني ايام قليله قوي قبل المباراه التاليه اللي هي قدام المقاولين العرب اللي منتشي اكيد بنقطه مهمه خدها قدام الزمالك في دقائق اخيره بالامس، ازاي ممكن تستعد للمباراه دي وشايفها ازاي كابتن ضياء؟ شايف كل مباريات مهمه جدا يعني. احنا واقف في فرقتين عايزين يطلعوا من القاع بشكل كبير جدا. فده بيبقى فيه اجتهاد كبير جدا، وبيبقى فيه لازم انت تحاول تعلي لعيبتك على المستوى المعنوي عشان على الاقل يتساووا، ما يبقوش تاخد بالك اللعيب بيبقى داخل علاء وحاطط في جيبه النقاط ويقعد يبص. وانا قعدت عشان افهم اللعيبه ان سيبك من البنك الاهلي اتغلب اربعه. ايوه. وان انا قعدت افهمهم واجيب لهم امثله واقول لهم هم بقالهم ست ماتشات ما كسبوش غير ماتش وانتم بقالكم ست ماتشات فانتم متساويين، عشان احاول اوصل ابعد انتباههم ان الفرقه دي بتهبط او أيوة. الفرقه دي معدده او الفرقه دي اتغلبت اربعه بسهوله من زمان. يعني انت متخيل الكم المجهود اللي بتاخده وفي اثنين هيصدقوك وفي واحد مش هيصدقك. ايوه. فتبتدي بقى عقبال ما يصدق جوه الماتش تكون انت تعورت الجول مثلا سهل ده اللي دخل ده. ايوه. فطبعا لازم هشتغل على ده، لان الموجود عنده ادوات تقدر تنزل فرقه كويسه جدا، ما عندهمش توفيق السنه دي بشكل ملحوظ يعني بشكل ملحوظ. لكن تظل فرقه قويه. اكيد. كابتن علاء تحب تواجه سؤال للكابتن ضياء؟ لا طبعا، يعني بتمنى له طبعا التوفيق في مهمته حبيبي يا لوز، وطبعا يعني عنده الخبره الكافيه اللي هو يقدر يقود الفرقه ويحقق طموحات مجلس الاداره ان شاء الله. بالتوفيق يا كابتن ضياء، بس الترينج واسع عليك شويه ضياء، بتخنك زياده شويه يعني. ما هو انا قلت له كوي حرج يا جماعه جابلي كتير. انا كنت مستني اشوف اول حاجه هتلبسها في اول ماتش ايه، قلت بقى يا ترى بدله ولا لا ايه لا لا. لقيت الترينج وطلع واسع شويه. اللي بيقولوا عليا ده انا وهو وغير لون الكمامه السودة تبقى عليك حلوه قوي. كنا بنعمله انا وهو. ما انت قابل بقى كابتن ضياء، قابل اللي جاي. كابتن ضياء، ثقه كبيره قوي حطها فيك مجلس الاداره برئاسه النائب محمد ابو العنين والمهندس طارق ابو العنين، وثقه حطيتها حضرتك في الكابتن عصام الحضري كمدرب حراس مرمى لاول مره في مسيرته التدريبيه، فاعتقد ده هنشوف ثماره في الفتره المقبله. والله طبعا انا بشكر الاستاذ محمد وفرق مجلس الإدارة كله على الثقة دي، وإن شاء الله نحقق طموحاتهم بشكل كبير. عصام والله حاجة جميلة يعني، لو شوفوا قد إيه هو متحمس، شوفوا قد إيه يعني أنا بفرمله ساعات شوية، متحمس للشغل. بيأدي بشكل كويس جدا. بس الخوف إن هو إيه يجي يقول لي أنا عيدني. وهتبقى مشكلة، هيخلص العام دي اللي متوقعها انا. دي مصر كلها متوقعة. انا بحاول اقنعه انك انت احسن مدرب راس مرمى في تاريخ مصر. كابتن ضياء بشكرك ومبروك اول مباراة، وبالتوفيق باذن الله في اللقاءات المقبلة. بشكرك. طيب علاء، التوفيق يا حبيبي. الله يخليك. طيب شكرا للكابتن ضياء السيد. كابتن علاء، قبل ما نختم الكلام عن مباراه سيراميك كليوباترا والبنك الاهلي، المباراه اللي جايه لسيراميك كليوباترا مع اربع ايام اضافيه بيشوف فيهم الكابتن ضياء السيد الفرقه مع المقاولين العرب، شايف ازاي اللقاء ده؟ انت حضرتك تفضلت وقلت ان المباراه طبعا المقاولين منتشي بعد التعادل مع نادي الزمالك، اعتقد ان هم قبلها مباراه دجله، اعتقد هم
يعني بدا الثقه ترجع لهم، كانوا فاقدينها الفتره اللي فاتت. فالمباراه بالنسبه للمقاولين صعبه وبالنسبه للسيراميكا صعبه. المدرب اللي هيقرا الفرقه الثانيه كويس ويشوف مفاتيح الفوز لكل فرقه يقدر يقفلها ويقدر هو يستغل المفاتيح دي اللي هو يكسب، هو ده اعتقد الشغل اللي جاي ده شغل المدربين. المباراه اللي جايه دي بالذات المقاولين امبارح افقد الزمالك نقطتين مهمتين جدا، كان الزمالك هيندم اشد الندم عليهم لولا ان الاهلي رفض الهديه وفقد هو كمان من الجونه نقطتين النهارده. شفت ازاي تعادل الاهلي في الدقائق الاخيره مع الجونه 1-1 بعد تقدم الاهلي في بدايه الشوط الثاني؟ طبعا النادي الاهلي كان كسبان 1-0 وكره ثابته وهدف في النادي الاهلي. ليه انا بقول الجمله دي؟ عشان كنت عايز اوضح حاجه. لما دخلت معاك مداخله كابتن هاني بعد ماتش الاهلي والزمالك، وقلت لك كان نفسي علي لطفي يلعب، وفي ناس كشوية التعليقات اللي هي اللي انت يعني من حبها للنادي، انا بقول وجهه نظر الفنيه. أيوة. لازم محمد الشناوي يريح. مش عيب، ما زال ولا زال هو احسن حارس في مصر، تمام، لكن لازم احنا برضو يبقى في راجل لاعب افريقيا كلها، منتخب، ماتشات الدوري كلها، ماتشات المنتخب كلها، لود عالي عليه، لازم يرتاح، لازم يرتاح. ليه انت لما كان إلو ديانج ومحمد شريف في احسن حالاتهم قعدتهم؟ ايوه. محمد الشناوي فرصه ان علي لطفي في مباراه الزمالك اداك الضوء الاخضر، فرصه جات لك اللي انت تريح الشناوي ماتشين ثلاثه، يبقى راجع مشتاق لحراسه المرمى، راجع يعني في 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 اشتياق، الاشتياق ده بيدي فورمه عاليه جدا، تمام. تشتغل على الاخطاء بتاع محمد شناوي. أخطأ وممكن انا قلتها، انا قلتها لك في المداخله يعني، بس توضحها تاني، لانه زي ما قلت في ناس من حبها في الشناوي احد اسباب ما بيتقبلوش تعلق الاهلي في السنتين اللي فاتوا، ومن حبها في في الاهلي عموما ما تحبش انتقاد للاعب معين، فانت قلتها بشكل فني. انا راجل فني، انا راجل فني. مشكله الشناوي في الفتره الاخيره هي الكره العرضيه. والنهارده الهدف اللي جه فيه برضو كره عرضيه يسال عنه طبعا، الكرة ثابتة مش متحركة، كرة ثابتة، يعني لو خد خطوتين وهي بتتلعب كان شالها. أيوه. تمام. انا قلت يا جماعة في مشكلة عند الشناوي، الكرة العرضية لابد من ان هو يشتغل عليها في فترة الراحة دي ويرجع. تمام. والنهاردة الشناوي يا كابتن في اخر ثلاث مباريات، تمام، داخل في اربع اهداف، اتنين من سموحة وواحد من انبي وواحد من مصري. والنهاردة بقى كام؟ هدف خامس، خمس اهداف في اربع مباريات، تمام. الشناوي في السبع ماتشات بتوع افريقيا دخل فيه خمسه، يعني النهارده التوتال كام؟ 10 اهداف. كتير كتير. لما تيجي تحسبها بالورقه القلم في النادي الاهلي، ايوه، في الشناوي الحارس الاول بتاعك، يبقى ايه؟ في حاجه لازم ناخد بالنا منها. بس فانا كان نفسي اللي هو يرتاح. علي لطفي ماشي كويس، انت جبت رجعته من الاول تاني، واخد بالك؟ دي كانت وجهه نظر، لكن كان في وجهه نظر تانية انه لا، ما تكشفش علي لطفي او ما تضيعش الثقه اللي خدها دي، فانت اديته مباراه كبيره في الاخر الفارق لصالح الشناوي، فريح علي لطفي تاني، رجع الشناوي، وعلى فترات ادي لعلي لطفي، مش تاني مباراه ياخدها على طول. هي وجهه نظر فنيه ومدارس مختلفه. انت بتحاول تقنع زي ما انا قلت، ازاي إلو ديانج يرجع يقعد ومحمد شريف يقعد. مزبوط. تمام. الاثنين، محمد شريف رجع بسرعه، لما لعب تاني رجع بسرعه، إلو ديانج خد وقت، فبتختلف من شخصيه لشخصيه. يعني ممكن واحد بيبقى بتقعده وهو كويس يرجع يخش تاني في الفورم، وفي لعيبه بتتاثر. منها إلو ديانج خد وقت لغايه لما رجع تاني للحاله الفنيه بتاعته. علي لطفي الله اعلم، ماتش الزمالك كان كويس، قعدته، هيتلعبوا تاني هيبقى بنفس الفورمه ولا لا؟ الله اعلم، تختلف من شخصيه لشخصيه. طيب، هو الاهلي قد يكون اهتز شباكه النهارده بهجمه وحيده للجونه طول المباراه او بكره ثابته كمان، لكن الاكيد انه اهدارات الفرص عند الاهلي امر مزعج، اتكلم عنه موسيماني، والاكيد من وجهه نظري الفنيه عايز بقى اخد رايك فيها، سؤال فني، انه اجنحه الاهلي مش مؤثره بالدرجه اللي المفروض لعيبه الاهلي في المكان ده تؤثر بيه، يعني هو قفشه موجود في تاثير مش موجود في مشاكل، ففين حسين الشحات تأثيره؟ فين كهربا تأثيره؟ فين طاهر محمد طاهر حتى بعد الهدف اللي سجله النهارده؟ بتكلم على تأثيرهم الهجومي في الأهلي، إيه المشكلة اللي بيواجهوها؟
هنرجع نقول هنرجع للعادات اللي هي ايه اللعيب ده بيفرق. كان في فتره مفيش لعيب بيفرق مع فريقه في مصر. النهارده قفش بيفرق مع النادي الاهلي. مظبوط. تمام، بيوصل الجون، بيعرف يجيب جون، بيقدر يقف على كورته، بيشغل فرقه، تمام، بيعرف يوصلك للجون كويس قوي. فالنهارده قفشه فارق في اداء النادي الاهلي. تمام. حسين الشحات ماشي على سطر وساب سطر. طاهر محمد طاهر لغايه دلوقتي ما طلعش كل اللي عنده. لسه طريقه اسلوب طاهر، اصل انا عارف طاهر كويس قوي كده بسالك. تمام. طاهر عنده، بحاسس ان طاهر متكتف تعليمات، وان تاتش تو تاتش، ما تمسكش كوره كتير، لان طاهر كان معاه في اوقات كان بيمسك كوره كتير، بيضرب لك وبيطلع الجون والحاجات. هل هو واخد تعليمات بكده؟ الله اعلم. لكن طاهر لو انطلق هيفرق كتير مع النادي الاهلي. فانا اتفق معاك، الا الاجنحه مش مؤثره. اللي بيخليها شكلها مؤثره هو وجود قفشه في تشكيل النادي الاهلي. الاهلي والزمالك بيفقدوا نقطتين ورا بعض في يومين. تمام. تفتكر الدوري ده رايح لفين؟ لانه واضح كده انه مش هيحسم بدري زي السنوات اللي فاتت، مش كده؟ بس برضه الدوري ما بين الاهلي والزمالك. يعني دي ما قلت. وايهما اقرب طبقا لجدول المباريات اللي طلع من يومين ومتحدد لغايه 30 سبتمبر؟ والقرعه اللي جت النهارده. مزبوط. دي كمان عملت مشكله كبيره. هنتكلم فيها اكيد. هنتكلم حالا. اعتقد برضو ان المنافسه هتبقى بين الاهلي والزمالك. بما ان كل ما بسالك سؤال بعدها بخمس اشهر بلاقي ان كلامك كان صح، فبسالك دلوقتي في شهر 9 مين هيكون بطل الدوري؟ بس احنا شهر كام؟ اربعة. خلص خلال ثلاث شهور. تمام. فخمس شهور مش هتا. لا، اللي انا شفته امبارح في اداء نادي الزمالك حزني. لان اداء نادي الزمالك 0-0 زي اداؤه 1-0 للمورين، زي اداؤه 1-1، زي اداؤه هو كسبان 2-1، زي اداؤه هو متعادل 2-2. ده المؤشر. اللي انت اللعيبه دي مش حاسه بجمهورها. يعني اللعيبه دي يعني ما حسيتش بالغل. طبعا بما ان انا طبعا بقول عرب، فطبعا ايه كنت مبسوط. يعني طبعا نقطه في الوضع اللي احنا كنا فيه ده طبعا. يعني كنت سعيد بيها يعني. لكن نادي الزمالك الجماهيري، ان ادائك حتى بعد ما تعادلت مش حاسس ان في غل. عارف يعني ايه غل؟ غل الكوره، ان انت تبقى شايف ده طالع من ورا وبيهاجم وبيدافع وتحس ان في لا اداؤه كل واحد. فاذا استمر الوضع الوضع اللي انا شفته امبارح من اداء نادي الزمالك، اعتقد ان النادي الاهلي هو اللي هيكون بطل الدوري. مباريات الاهلي زي مباريات الزمالك لكن بيزيد عنها عدد اكتر في ماتشات الدوري، عدد اكتر في ماتشات دوري ابطال افريقيا محتمل يزيد اذا وصل الاهلي للسيمي فاينال وللفاينال، مباراه سوبر محلي مع طلائع الجيش، مباراه سوبر افريقي مع نهضه بركان في قطر باذن الله. وبسبب كده الاهلي طلب تاجيل مواجهتي البنك، لا، سيراميكا كليوباترا ووادي دجله، على ان تلعبا في وقت اقامه اولمبياد طوكيو باذن الله، انتظارا لموافقه اتحاد الكره، موافقه ناديي سيراميكا كليوباترا ووادي دجله، خصوصا لو كان عندهم لاعبين في المنتخب الاولمبي. فريق سيراميكا كليوباترا عنده لاعب في المنتخب الاولمبي هو محمود نبيل بلبل، والاهلي قال ما عنديش مشكله، مش عايز العب باللاعبين اللي هو عددهم اكتر من وادي دجله وسيراميكا كليوباترا. عندك تعليق في القصه دي؟ لا، انا انت الماتشات قدام اهي في شهر مايو. من 3 مايو ل 28 مايو 8 مباريات النادي الاهلي. منهم 2 افريقيا ومنهم 1 سفر لبره. مظبوط. لا، لود عالي. بامانه يعني النادي الاهلي فرقه مصريه بتمثل مصر في بطوله افريقيا، لابد من هو برضو يشم نفسه. الحرام من 3 ل 28 8 مباريات كتير. كتير على اي فرقه، النادي الاهلي، الزمالك، المصري، اي فرقه. انا ما بتكلمش ايه الحل؟ ما فيش حل. الحل اللي انت حضرتك بتقول عليه ده، انه يوافقوا يلعبوا بعض المباريات زي ما طلبوا في اولمبياد طوكيو من غير لاعبين، لان احنا كده يعني كان فرحتنا السنه اللي فاتت بوصول الاهلي والزمالك نهائي افريقيا. كانت فرحه كبيره جدا. لان كنا عارفين النهائي مصري. النهارده في طرف واحد اللي موجود. لازم برضو يبقى في مساعده، اللي احنا يبقى موجود ونساعده، اللي هو يبقى برضو يكمل المشوار. طيب، صن داونز الاختيار الامثل، الناس متفائله بالنظر لانه كان هو اللي مع الاهلي في ربع النهائي السنه اللي فاتت. انت اختيارك ايه؟ كان صن داونز احسن من الترجي والوداد؟ لا طبعا، لا الترجي طبعا كان نفسي نلعب فرق من شمال افريقيا احسن لنا في صن داونز. لان انا شفت مع احترامي يعني، لا
الكره العربيه يعني مش موصلتش للتوب لسه، في دروبات يعني. فاعتقد ان صن داونز كانت اقوى فرقه في الثلاثه هيقابلها النادي الاهلي، او ماتش بالسهل، ماتشين بالسهلين. صن داونز درب الفريق من 2012 ل 2020، دلوقتي مع الاهلي بيواجه فريقه السابق. طبعا الناس طبعا بتتكلم اللي هو طبعا هيبقى حافظهم وحاجات دي حاجات نفسيه. لكن الكره في الملعب غير كده، ما في مدرب معاهم وعارف وشايف النادي الاهلي هي، لكن هي حاجه نفسيه اللي هو ممكن يوصل للاعيبه النادي الاهلي الفرقه دي بتفكر في ايه، بتعمل ايه، حاجات خارج الفنيات. باقي دقيقه 30 ثانيه لكل سؤال، في سؤالين. السؤال الاول، اولا عن عواد، اول مباراه يلعبها هتكون قدام بيراميدز بعد سنه وثلاث اشهر من عدم المشاركه مع نادي الزمالك. اللاعب شارك مع الزمالك فقط في 15 مباراه منذ انضمامه للفريق، استقبل فيها 13 هدفا وحقق 9 كلين شيت، تحصل على 4 انذارات، واخر مشاركه كانت قدام اول اغسطس في مجموعات افريقيا. شايف ازاي المواجهه المنتظره قدام فريق كبير زي بيراميدز يوم الاحد؟ محمد عواد انا شفته امبارح في مباراه مع نادي الزمالك ضد نادي زد. أيوة. كان في النادي عندنا ودخل حتى شوط ضرب الجزاء وفرصه عايز اتكلم يعني عواد. هي دي النقطه الثانيه اللي انا هسالك عليها بعد عواد. عواد اعتقد اللي هو عنده اشتياق كبير قوي اللي هو يلعب ويقف على حيله ويحرس مرمى نادي الزمالك. اعتقد اللي هو قادر، اللي هو زي علي لطفي ما قعد فتره طويله ولعب وتالق قدام نادي الزمالك، قادر جدا عواد اللي هو يقف ويتالق قدام بيراميدز وياخد فرصته تاني. بما انك رئيس قطاع الناشئين زد وشفت الماتش، كنت قاعد وشفت عواد، لكن مش بسالك عن عواد، الجزيري وامام عاشور اتخانقوا زي ما انا انا مستغرب من هذه الاقاويل يا جماعه الخاطئه. يعني حرام اللي يكتب يا جماعه او يقول حاجه يبقى لازم متاكد منها. وقيل ان امام عاشور والجزيري مسكوا في بعض وشافوا بعض ضربوا بعض الحاجات دي كلها. جه ضربتين جزاء، الضربه الاولانيه عواد رفع ايده وكاريرا كان في اتفاق اللي هو يخش شطها طلعت عليه. تمام. ضربه الجزاء الثانيه كان في الدقيقه 85، كان زد كسبان 1. تمام. الدقيقه 85 كان جزيري بره الملعب. تمام. سيف الجزيري كان بره الملعب، دخل امام عاشور حطها قوه وسريعه جدا والكوره هايله والحارس عندنا صدها بطريقه يعني جميله جدا. تمام. وبعد ما صدها امام عاشور راح جاري. تمام. وراح مطبطب عليه وبيهنيه على التالق بتاعه. قالك بقى بيتخانقوا مع بعض، شو بعض. وللاسف اللي انا وانا جاي الاستوديو سامع عضو مجلس اداره كان في مجلس اداره الزمالك بيقول هذا الكلام، وفين مجلس اداره ونعمل ونسوي ولا. يا جماعه يعني حرام عليكم هذه الاقاويل الخاطئه الكاذبه اللي بتوصل للناس. تمام. ده كلام الكابتن علاء نبيل اللي كان في الملعب كمسؤول. يمكن ضربه الجزاء الاولى هي اللي حصل فيها مشكله ولا حاجه؟ خالص ما حصلش. خالص. تمام. طبعا الصوره قدامنا كانت جزيري وامام عاشور بينفيان برضو على حاجه غريبه يعني. تمام. بتطلع حاجات كده مش ظريفه يعني. كابتن علاء كالعاده ببسط جدا انك بتنورني. شكرا على وجودك دايما ومبسوط انك كنت معايا. الله يخليك، انا اسعد والله كده. شكرا لحضرتك. اتفضل. شكرا ليكم انتوا كمان، نورتونا في بدايه اسبوعنا يوم الجمعه. بكره ان شاء الله الساعه 12 على شاشه صدى البلد حلقه جديده من الماتش. فتحيات كل فريق العمل وتحياتي هاني حفوف. الى اللقاء.